Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. في هذا او هذه الحلقه الخاصه بتتويج فريق الوداد الرياضي بلقب دوري ابطال افريقيا الثالث في التاريخ دياله بطبيعه الحال اللقب اللي ما جاش واللي كان فيه التفوق على فريق الاهلي المصري امس الاثنين بهدفين لصفر بطبيعه الحال الكل كيعلم بان الفريق الاحمر توج بهذا اللقب بعد معاناه طويله ومن بين الجنود والغزاة الذين حققوا هذا اللقب اليوم كنستقبلوا لاعبين اثنين ساهموا بشكل كبير في تحقيق اللقب وهما بدي اوك وسي محمد رحيم معنا تفضلوا سي محمد تفضل سي بديع معنا بطبيعه الحال المعيد البدني اسامه اللي كان مع اللاعبين سي محمد مرحبا بك اليوم معنا سي اسامه مرحبا سي بديع مرحبا وطبيعه الحال معنا الميداليه اللي حققوا في هذا الحال اللي نالوا اللاعبين بالامس اول حاجة غنتكلموا عليها بطبيعة الحال لأن حلقة استثنائية وحتى بطبيعة الحال كتشوفوا أن الأجواء استثنائية هنا في مقر موقع البطولة غنبداو باس محمد رحمة على اليمين ديالي سمو محمد تتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا كنعرفوا بأنك متوج بكأس اللي هي كأس العرش توج بالبطولة دوري أبطال إفريقيا كيفاش كان الانطباع خاصة وأن كل شيء شاف من خلال الشريط والفيديوهات وهذا عدد كبير من يعني كيبان واحد الفرحة واحد السعادة كبيرة سمو محمد كيفاش كانت الإحساس بالضبط الأمس الإثنين أول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم كنشكر الاخوان ديال البطوله على الاستضافه وا كيف ما كيعرف الجميع لقب ديال دوري ابطال افريقيا كيبقى مختلف على الالقاب الاخرى حققت كاس الحرج مع فريق الاتحاد البيضاوي حققت لقب البطوله مع فريق الوداد هذا آه العام تالينا الله انني, أنني حققت لقب دوري الابطال مع فريق الوداد البيضاوي آه يبقى كي كيبقى عنده واحد كيف كنقول واحد لو اخر لقب اللي غالي على على جميع الجماهير لا لا النادي لا اللاعبين لا الطاقم التقني ما جاش بالسهل يعني دزنا دوزنا فترات صعيبه باش حققنا هذا اللقب هذا وربي ما خيبناش يعني لو جروب كامل خدم والحمد لله تعنينا هذا اللقب هذا. اللقب غالي فعلا بديع كنعرفوا بانك لعبتي نهائي 2019 نهائي اللي كل شيء تكلم عليه نهائي اللي سرق من فريق الوداد الرياضي لكن البارح بان بانه فريق الوداد بغى فعلا يثبت بانه غزاة افريقيا بغاو يثبتوا فعلا بانهم بغاو يردوا التارن ذاك اللقب المسروق وفعلا بينوا بانهم حتى فريق الاهلي المصري اللي هو بطبيعه الحال نادي القرن واللي كل شي كان كيتوقع كي بانه يحقق لقب ثالث حسب الاعلام المصري بين فريق الوداد الرياضي بانه ما كيهاب حتى فريق وما كيخاف من حتى شي فريق او صراحه شكرا للبطوله على هذه الاستضافه وكما شفتوا كنا عشنا اللحظات ديال 2019 مع الترجي التونسي اللي بالنسبه لي انا داك اللقب تشفر مني ماشي نهزمت فيه ولا شي حاجه كما كي كيشهد الجميع والحمد لله كم من بدايه الموسم كنا كنشتغلوا ان الكوتش كان كيقول لنا اننا راه جينا غنديو كل شيء غنديو تشامبيونز ليغ غنديو البطوله غنديو كاس العرش حنا لاعبين على كل شيء و داكشي اللي تاتى علينا حنا غادي نفاد فهاد 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 الباركور هذا غاديين فهاد الباركور هذا اللي اللي الحمد لله بدينا بلقب لي غالي هو تشامبيونز ليغ و كنشكر الجمهور الودادي اللي آزرنا من اول من اول رجوع ديالو حتى حتى الاخر من تشامبيونز ليغ وان شاء الله باقينا لجوج القابلين ان شاء الله يكونوا غاليين حتى هما نزيدوهم جمهور الوداد. ان شاء الله شفتوا معنا هنا في البلاطو معنا اسامه، اسامه هو بدني كيكون مع يعني اغلب اللاعبين كيعرفوه، اسامه معنا اليوم باش يتحدث لنا على واحد الجانب مهم جدا والكل ركز عليه خاصه الاعلام المصري، اسامه مرحبا بك اولا معنا والحاجه اللي بغيت تكلم لينا عليها بخصوص انا الاختصاص ديالك هو الجانب البدني، البارح الوداد كان يعني في واحد الحضور بدني قوي جدا واحد الاعداد مهم، شو نقدروا نقولوا على الاعداد البدني اليوم في المنظومه الكرويه بشكل عام واش ما كتختلفش على الحضور التكتيكي والفني ديال اللاعبين واش الجانب البدني يقدروا يعني نصنفوه بانه عامل مهم وربما يرجح الكفة ديال الفريق على اخر حتى لو ما كانش الحضور التكتيكي والفني يعني حاضر بقوه اول حاجه السلام عليكم وكنشكر البطوله على الاستضافه ديالها هذا آه الشيء مهم بزاف ونقطه اللي اللي, فريمون مشيتي لها مزيانه كما شفتوا رتبك تبارك الله الدراري ديال الوداد اون فورم وهذا الشيء ما ماشي ما بين ليل ونهار هذا الشيء خدمه ديال عام بريباراسيون قبل البطوله وقبل بزاف الحوايج ان الناس تبعت البروغرام ديالها ان الناس عرفات لي بوان فيبل اللي عندها في الكور ديالو خدمات عليها لا من بادي على من رحيب لا من جعدي من اللعابه ديال الوداد كاملين حنا ماشي حنا مع ما احتراماتنا اللعابه كاملين مي اللعابه ديال الوداد خدموا على هذا هات البطوله والتتويج اللي توجوا به ما جاش غير كما كنقول لله في سبيل الله خدموا عليه ضربوا تمارين عليه الناس كتنعس في الوقت الناس متبعه البروغرام ديال الماكله ومع استشاره نيت مع السي وليد ركراكي انه كان كيجي عندنا كلوب درنا واحد الشراكه بيناتنا اللي كان كيجي وخدمنا وتعاوننا مجموعين باش باش الحمد لله ان الجمهور يفرح اسمح لي اسامه نقاطعك هذه المساله مهمه بزاف يعني واش اللاعب اليوم ضروري انه ما يعتمدش على التدريب اللي كتكون في النادي فقط واش خاصو يطور من نفسه يعني من الذات ديالو هو بانه يتدرب خارج النادي او لا تدريب فرديه كما كان انا باش نشرحها لك سهله آه انسان اللي بغي يطور من راسه ولا بغي فريمون يخدم على راسه ويمشي مزيان خصو يزيد من عنده كما كنقول نعطيك اكزومبل قسم في 30 تلميذ لا كنتي تخدم معاهم كاملين ماشي كتخدم مع واحد واحد كتعرف لي بوان فيبل ديالو كتركز معاه كدوي مع الكوتش ديالو كيقول كي لك ها آه علاش خصك تخدم عليه كان يجي عندي كنديروا ليه تيست باش نشوفوا لي بوان فيبل ولي بوان فور وكنخدموا ليه على هذيك الاكزومبل مزيان اللي عندنا في هذه البطوله هو بديع راك شوف تبارك الله الكونديسيون فيزيك ديالو كيولا تيقدر يبقى معاك حتى 90 دقيقة ما كاينش مشكل يلعب 120. 120 دقيقة أنا ما كاينش مشكل وكذلك على جميع اللعابة تبارك الله مي الدراري يخدموا ماشي كنقولوا حيت هما صحابي ولا كيجيو عندي فرحت أنا بحالي بحالي بح... أنا نهار دا أقسم بالله لا بكيت علاش حيت ضربوا ثمن كتشوف العمل ديالك تاوكي. أه نو حيت ما سهلاش حيت م... كنقول الحمد لله ربي ما خيبناش ضربنا تمارا لعابه ضربوا تمارا والحمد لله ربي ما خيبهمش كان الجزاء بصح سي محمد طبعا الحال في الكواليس محمد مصاب واللاعبين بزاف ديال اللعابه كيلعبوا بزاف ديال المباريات باختلاف الاسماء ديالهم وهما عندهم اصابه سواء في اليد سواء في سواء الاصابات اللي كتكون اخر الموسم اسامه ربما خابر في المسائل. تحامل على الاصابه محمد شفنا اكثر من مركز مركز ظهير ايمن مركز ديال الدفاع. كيفاش ذاك الخطاب اللي كان بيناتكم ديال التعاون بيناتكم؟ خاصة في الأفتي الظاهر أيمن عوض تلعب ملود قبل الماتش ديال النهائي، يعني كنتي من من الناس اللي بطبيعة الحال أشاد بهم الجمهور وحتى يعني الطاقم التقني دائما الوالد الركراكي كيتحدث على اللاعبين اللي كيلعبوا في يعني في المراكز ماشي ديالهم ومع ذلك كيأديو مزيان. واه بالنسبة للمراكز الكوتش فاش كوتش وليد فاش جا في الأول العام، يعني كان دوا معايا تكلم معايا قال لي فوالا راه أنا غنحتاجك في أي بوست. قال لي سوا في لاغياغ سوا في الميليو سوا في لاكس قال لي واش يعني دوا معايا قال لي واش هادشي ما يشكلش لك عائق قلت لي انا ما عنديش مشكل يعني الا كنت غادي نعاون الفريق ونعاون المجموعه يعني نلعب في اي بوست المهم هو الجروب يبقى غادي مزيان الفرقه تبقى غاده في هذيك لا ديناميك اللي مزيانه وكيف قلت لك اي بوست كنت كندخل كان كنجيري البوست ديالي وكنجيري كنجيري الماتش ديالي الحمد لله ربي ما خيبناش بالنسبه تكلمتي لي على على التحامل على الاصابه كيف ما يعرف الجميع نهايه الموسم ضروري كيكونوا الاصابات سورتو كتكلم على فريق الوداد البيضاوي اللي كيلعب على ثلاثه الواجهات ما كيلعبش على واجهه بوحدها ملي كيكونوا عندك ملي كيكون فريق بحال هذا كيلعب على الواجهات بزاف ضروري غتلقى الاصابات الحمد لله حنا ديال كان خدمو مع preparator ديال لا بريباراسيون فيزي كانخدمو مع البريباراتور ديال الفرقه السيد ريس واجو تا هو كي كيخدم كيدير واحد العمل كبير رفقه الطاقم التقني كنكملو بيان سور مع اسامه تا هو وكيف قلت لك وصلنا لهذه الوقيته هذه وراه شفتي لو ريت اللي تلعب فيه البارح الماتش الدراري راه باش بداو يعني تقريبا لي 11 اللي بدات راه باش بدات بس سالات و فوالا راه كيبقى كيف كيقولوا كيبقى التيران راه مرايه ساكيب كيبقى تاع راه شيء كلشي هضره الجمهور هضره على توجد الجمهور هضرتي بهذه ملي رجع الجمهور يعني كان واحد واحد العامل وحمزه ربما الان راه كيورينا مشاهد ولا لقطات من الاحتفالات البارح بديع رجعوا للماتش البارح ما غندوش على اصعب ماتش في الموسم ولكن الماتش البارح كانوا بزاف ديال ديال اللقطات ومنهم واحد اللقطه انت فرحان وكاين واحد الصوره ديال الوالدين ولا شي حاجه هكا هضر وليد الركراكي على رضات الوالدين هضر على على داك الدعم النفسي والمعنوي اليوم بدي الا بغينا نتكلموا خاصه ان واحد فترة من الفتره من الفترات عشتي واحد اللحظات عصيبه وتحاملتي على نفسك وتحاملتي على النفسيه ديالك ورجعتي خدمتي ومن بعد نلتي يعني الاشاده ديال الجمهور واللي كان كيتكلم دائما بانه كيعول عليك كيفاش عشتي داك اللحظات وشنو كان البارح بالضبط في ديك اللقطه خاصه لانه كانت بحاله رده فعل قويه على شي امور وا وصراحة آه لي من بعد الرجوع ديالي من الإصابة كنت مريت بواحد المرحلة فراغ اللي كبيرة مي هادشي ما خلانيش أنني نحط يدي خلاني ديما أنني نزيد دي نخدم وكدا وكنت هبطت لي سبوار آه ترينيت مع فريق الأمل آه مدة ديال شهر هادشي آه ماشي كان فيه مشكل ولا شي حاجة قال لي الكوتش أنك خاصك تراجع راسك وكنشكر الكوتش واليد على هاد على هاد هاد, ال... هاد الشيء اللي دار ليا زعما انني يعني باش نراجع راسي و... ور... وراجعت راسي وفاش رجعت رجعت قوى الحمد لله وحتى الجمهور الجمهور اش كيتسنى منك كيتسنى منك الا انك تزيد الاضافه للفريق وداك الشيء اللي حتى نهار زدت الاضافه للفريق وقدرت انني نعاون الفريق راه كل شيء كان معايا كل شيء شجعني يعني هاد الشيء كنقول اي لعاب داز فهاد المرحله انه انه ما عمرو يحط يديه ان الجمهور انه هذه هي الوداد <applause> يعني فريق كبير في المغرب أه... اكثر تتويجا في البطوله يعني راه خاصك تصبر على الضغط خاصك تعرف تتعامل معاه واخا يكون طويل واخا يكون اي حاجه انك خاصك تصبر وجات واحد المرحله انني كنت غنمشي كنت غنمشي من النادي في الانتقالات الشتويه ربما الانتقالات الشتويه آه مي كما كيقولوا في اخر آه انني بقيت مع النادي وتتوجت بالعصبه اللي غاليه عليا وغاليه على الجمهور الودادي والجمهور المغربي عامه وكما قلت لك كنشكر كنشكر السي وليد الركراك على الثقه اللي عاود رجع ليا والحمد لله انا ما خيبتوش وشكرا بديع لانك هضرت على الثقه وهضرت على وليد باختصار في المباراه ديال بيترو اتليتيكو في رواندا لانه ربما هي المباراه اللي رجعت بديع بشكل كبير جدا لعبتي من البدايه ديال المباراه واسامه اكد لنا على الجانب البدني كان دورك دفاعي اكثر وكيف ما قلنا سي محمد ذكر دابا انه ما كت ما كتركزوش بزاف على الادوار اكثر ما كتركزوا على شنو كيطلب المدرب يعني ماشي مساله تقنيه ربما ما غنفهمش مزيان يعني لي بوست ولكن الادوار بالضبط شنو هو الحوايج اللي كنتو كتقولوا بيناتكم ديال التعاونوا بعضياتكم بحال البارح ربما انتم تصحوا لي الجعدي لعب مع معلول بزاف باش يلعب الادوار الهجوميه يعني كيفاش كتهضروا بعد هذاك الخطاب بيناتكم باش تعاونوا انتم هو الصراحه هادشي كامل وكنخدموا كاملين لا 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 التقني كامل بالرئاسه ديال كوتش وليد انني يعني كنخدم كنخدمو كجروب فهمتي كنخدمو كنجروب ان فاش كانبرسيي كان 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 وكمبرسيي كاملين كنرجعو ندافعو كندافعو كاملين وكيما شفتو لا ماتش ديال بترول لا ماتش ديال ديال لا فينال مع الاهلي كيما شفتو ليكيب كي, لي كي كانت كانت سودي كانت مقاده وكنت التعليمات تعليمات دقه دقه, دق دق مع الكوتش واليد وداك الشيء تاتى لينا وبالنسبه للفيزيك انه كاين السيد ريس في فريق الوداد اللي كان ليه تحيه من هذا المنبر وكنشكرو الاخ اسامه اللي تا هو كنزيدوا كنخدموا معاه وكنزيدوا زي من من عندنا باش اننا ديما نكونوا كانوا نكونوا في فواحد الجائزية اللي مزيانه. اسم محمد ارجع عندك اللحظه اللي ماركا فيها المترجي البيت الاول. قبل من الماتش بعضياتكم كنتو كنت كتقولوا شكون اللي غيماركي شكون اللي ما غيماركي شكون اللي غيقدر يفتتح النتيجه كتهضروا على السيناريوهات اللحظه اللي تسجل الهدف الاغلبيه على الاقل نقص داك الضغط الاول اللي كان لان الهدف كيعطيك واحد شويه الراحه شنو الاحساس في الهدف الاول وشنو كان الاحساس في الهدف الثاني والاحساس بعد الصافره مباشره واه مزيان اللي جبتي لي هذه النقطه هذه يعني قبل المقابله زهير يعني كان حاس انه غيسجل يعني كان كيتكلم على اللاعبين كيقول كي لهم اليوم غنسجل غنسجل شي هدف يعني هو كان عارف انه غيسجل غي واحد الهدف اللي غيكون غي هدف رائع كان باغي يتيري من خارج الكرة آه كان عنده ذاك الحس و واخا نوصف لك ذاك داك الشعور ديال الهدف الاول ولا الهدف الثاني ولا الفرحه ديال ورا الماتش يعني واحد الفرحه يعني ما كتوصفش يعني كيجيك كي واحد الاحساس اللي احساس يعني احساس غريب كتحس يعني داك الصراخ ديال ديال الجماهير والتعناق ديال صحابك وديال الستاف تكنيك والميديكال و... والناس ديال ديال المكتب المسير يعني لحظه ديال التسلم هذيك هذيك اللحظه كتبقى لحظه تاريخيه وكيف قلت لك اي لاعب كيبغي كيبغي يتمنى يلعب النهائي ويعيش هذه اللحظات هذو وحنا الحمد لله ربي ما خيبناش وتاتت لنا الفرصه اننا عشنا هذه اللحظات هذو اسامه أه، هضرنا على الجانب البدني هضرنا على الفرحه فاش فاش انت كصاحب لاعبين وفي نفس الوقت كواحد كيساعد اللاعبين لانك بغيو ينجحوا من بعد صافره ديال النهايه وكيف ما قلتي انك بكيتي شكون هو اول واحد اتصلتي بي واول واحد هضرتي معاه اول واحد قال لك مثلا شكرا اسامه عاونتينا ولا مثلا شكرا على الدعم ولا على الدعاء ولا على بزاف ديال الامور بحال واول حاجه انا انا اللي فرحت ليه كثر 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 هو بديع حيت بديع دزت معاه في ديك المرحله اللي كان كيحس بالفراغ وكان كيحس ما كنقولوش الظلم هو لي اسامه بديع العالم كله شاف ستوري ديالو كيتريني في ديك الوقيته يعني كان كيبان بانه خدام مي كنقول انا كون كان شي واحد بلاص بديع جو بونس با كو هادشي اللي دارو هادشي علاش انا فرحت فغيمون البديع اكثر من اي واحد علاش حيت بديع مسكين كان باغي هادشي وسبحان الله ربي نصفو سو so, ضربت ضرب تماره كان السيد كينعس في الوقت السيد ولا ما كنقولوش مريض بسيشيكمون مي بسيشي ولا كيحسب اي حاجه كيديرها. صافي دير الماكله الخدمه مي كيخدم في الصباح مع السيد ريس كيجي كيقول لي اسامه هاش خدمت هاش خصني نكمل معاك ها لي بوان فيبل هو ديجا كان عارف لي بوان فيبل اللي عنده في لوكور ديالو هذا هو لافونتاج حيت دابا المشكل ديال اللعاب اللي عندنا في المغرب ما كيبغيش يعترف كي بلي بوان فيبل اللي عنده. الحمد لله بديع جا قال لي اسامه هاش عندي هاش عندي هاش علاش خصنا نخدموا والحمد لله ضرب تماره السيد انا صدمني في كيف ديالو كيفاش ولا وكيفاش كان فواحد التحسن اللي كبير الحمد لله والدراري اللي عابر كيقولوا لي كاملين من اتل زيد لا ديال الوداد ديال الراجل ديال اي واحد ان تحسن عيط ليه قال لي هو قال لي اسامه بلا ما تقول لي هو قال لي ما كنسمعكش مزيان مي قال لي جو تام بحال كيقول لي جو تام بادي انا الفرحه ديالي هو انك ديتي هاد اللقب واللعابه كاملين صحابنا الدواد اللقب هذا هو الرباع عندنا فشي كامل بدا أه هاد اللقطات ديال الفرحه وديال هذا وخصوصا إحنا أه حتى حبزه غيورينا بعض اللقطات من الفرحه وكل شي شافهم العلاقه ما نقولش العلاقه لان ربما ما كانتش مواجهه قبل مع مع الفريق المصري الاهلي الا في المباراه اللي لعبت في كورونا بدون جمهور ولكن شي مواقف او موقف طرام من بعد الماتش مع اللاعبين ديال الاهلي خاصه انه كان بزاف الاعلام كيتكلم على واحد الامور كبيره بزاف وانتم عارفين ان ديك البروباغندا اللي تخلقات وهذاك البوليميك اللي تخلق على على الموضوع شنو كان موقف بقى عالق في الدين ديالك من بعد الماتش ولا وسط الماتش مع اللاعبين ديال الاهلي وصراحة صراحه اللي عجبني انه الروح الرياضيه ما بين الفريقين كما كنت مسلمت على الجول ديال الاهلي انه قال سلم عليا وقال الحارس اول شناوي اول شناوي قال لي انا مبروك مبروك عليكم مبروك عليكم التاهل وان شاء الله ان شاء الله تمثلونا احسن تمثيل في المونديال هذه من بعد الماتش مباشره من بعد الماتش مباشره أه سي محمد القضيه ديال الروح الرياضيه مهمه بزاف لانه كيف ما قلنا بزاف كانوا ديال الضغط الاعلامي ما قبل ذلك ولكن على حسب بعض الاعلاميين مثل شوبير مثل بعض القنوات المصريه وما الى ذلك كانوا رغم ذلك كيتكلموا على المباراه وعلى اللاعبين بالضبط كان اللاعبين كان عندهم روح رياضيه وقيل حتى موسيماني لان موسيماني عنده مباريات كبيره مع مع فريق الوداد الرياضي واش حتى انت لمستي هذه المساله هذه الروح الرياضيه خاصه بعد مباراه مباشره بنت ديك مظاهر الفرحه ولكن في اللحظه اللي درتو ذاك الممر الشرفي ربما المرة الأولى اللي كنشوفها فريق الأهلي كيتعامل مع فريق مغربي بروح رياضية كبيرة لأنه تعامل بكل يعني بكل سلم وبكل سلام وسلم عليكم بواحد واحد خاصه اللاعبين بغض النظر عن واحد اللقطه ديال السوريه ربما ديك كانت اثناء خروج من الملعب ماشي مع لاعبي الوداد. وبطبيعه الحال كيف ما شاف الجميع في المقابله ما كانوش وقعوا تشنجات بين اللاعبين مم. يعني دازت المقابله مزيانه ما كانوش ذوك التدخلات بين اللاعبين اللي غتخلي انه اللي غيوقع ذوك الصراعات ذوك التوترات. أه، تلعب الماتش أه، عادي فهمتي أه... <applause> آه، الهزيمه بروح رياضيه الهزيمه بروح رياضيه هنئوا اللاعبين ديالنا هن كاملين الطاقم أه، التقني ديالهم تا اللاعبين <applause> و... وقالوا لينا باللي تستاهلوا انكم آه تحققوا هذا اللقب آه، شفنا حد... حد... شفنا تبانون يعني جا وسلم على اللاعبين وسلم عليكم بواحد بواحد قبل المباراه وبعد المباراه يعني. اه جا جا قبل بدر بانون جا قبل قبل المقابله سلم على اللاعبين تورا المقابله جا سلم على اللاعبين وهنئهم وعادي هي الروح الرياضيه أه كيف قلت لك أه يعني ملي كتخسر بالكره راه كتقبل فوالا فهمتي حنا حنا لعبنا الكره لعبنا معاهم الكره أه بغض النظر على ديك البوليميك اللي وقعات ما بين الاعلام ديالهم والقضيه ديال الملعب واللاعبين أه كنبغي نشير لهاد دل... كنبغي نشير الاشاره باللي اللاعبين أه يعني خرجوا خرجوا داكشي من راسهم <applause> سورتو فاش كنا في كونسونتر فاش كنا في الكونسونتراسيون في في ديال محمد السادس يعني اللاعبين كانوا كونسونترين على على لي زونترينمون ديالهم على لي سيونس دي فيديو اللي دار لينا الكوتش على على هذوك كيف كنقولوا لي بتي ديطاي الدراري بقاو بقاو مركزين مزيان و <applause> والثمره ديال هادشي راه جبناها باش حققنا هاد اللقب هذا اخر سؤال بديع اللي هو اللقب الافريقي اللي غيدي للسوبر المغربي الوداد بركان آه وقبل منه كيف ما قلنا هذه الروح الرياضيه الكبيره كلمه الجمهور ديال الوداد وقبل منه السوبر الافريقي دي ما بين الوداد وبركان أولاً بشكل عام يعني هذا الفوز ديال الوداد بالعصبه والبركان الكونفدراليه كيفاش كتشوف التوهج ديال الكره المغربيه يعني مؤخرا خاصه اول مره غيكون سوبر مغربي وهو صراحه انه اول مره غتكون في التاريخ ديال التاريخ الكره المغربيه انه غيكونوا ثلاثه من تتويج مغربي انا اول مره في التاريخ ديال الكره وكما شفتوا من الرئاسه ديال من بدايه الرئاسه ديال السي فوزي القجع ان الكره القدم المغربيه تطورت تطورت للتحسن وغدا مزيان كما شفتوا دابا الوداد في, من 2000 من العشر سنين الاخيره تتوج بجوج القاب اللي غاليين وكذلك بركان وكذلك اكادير مشاو للدومي فينا مشاو للربع مع الزمالك يعني يعني اللي كنبغي نهنئ انا سي رجع غادي بالكره المغربيه <applause> خاصة على مستوى البنية التحتية يعني المركز المعمور اللي كنتوا فيه ربما ساعدكم تاع الإعداد البدني وكيف ما قلت محمد على الخروج من ذاك الضغط على الأقل كاين واحد يعني آه أماكن آه فين كما كم كنقولوا حنا في مثل هذه المباريات آه سوبر كوب مع, مع بركان خاصة أن اللاعبين البركان أو أو نهضة بركان يعني كل شيء في المباراة ديال بركان وكايزر شيفس أو عفوا أورلاندو آه بيرات كانوا آه كيقولوا بانهم كيتمنوا فريق الوداد يتوج باللقب واش كانوا أصحابكم اللاعبين الاخرين هنؤوكم بالتتويج باللقب البارح هو صراحه عندي عندي الزملاء ديالي اللي, 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 اللي لعبوا معي اللي تكون في فريق حسنيه اكادير اللي حنا تكوننا في المدرسه وحده ديال فريق حسنيه اكادير انه كريم بعدي لا فحلي لا ابي جاورتو لعده سنوات في فريق حسنيه اكادير كل شيء شي انه ازرنا وبغاونا نديو هذا الكاس ودواو معنا قبل الماتش ومورا الماتش هنؤونا وكذا وكما ك كلهم بغاونا اننا نلعبو معاهم السوبر ويكون سوبر مغربي ان شاء الله 100% <applause> <applause> الكلمه الاخيره محمد شنو كتقول الجمهور ديال الوداد؟ وا و... كنبغي نشكره بهذا المنبر كيف كيعرف الجميع اول مقابله ديال الجمهور كانت مع فريق الزمالك المصري أه... كانت الأهل. كانت الأهل. <تصحيح> الاخيره كانت مع الاهلي الاخيره كانت مع الاهلي والاخيره كانت مع الاهلي كنظن انا كيف كان كيقول كي لنا ديما الكوتش دي هو البون ريكروتمون ديالنا راه هو البيبليك صراحه يعني نهار وقفنا عليه لقيناه معنا كنبغي نشكره من هذا المنبر آه دابا خصنا نطويو الصفحه ديال دوري الابطال آه كنوعدو ان شاء الله اننا غنركزو غن في, في منافسات ديال البطوله والكاس باش ان شاء الله نحقوا هاد اللقبين هذو ونزيدوهم في خزينه النادي ان شاء الله بديع كلمه الجمهور واو كنشكرهم من هذا المنبر انه انهم ساندونا من اول من اول من اول الرجوع ديالهم للمدرجات ساندونا كما كيما قال نكمل الكلام ديال السي مورا حنا الكورتش قال لنا انه الانتداب ديالنا هو الجمهور اللي عاوننا ويأزرنا والحمد لله رجع لين رجع الجمهور ورجعت رجع نفتح السون وكتعطيك اكثر ما, ما عندك باش 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 تفرح هذا الجمهور وكما كتشوف كما كتقول هذه الصفحه صافي طوينا ديال الشامبيونز ليغ اننا نزيدو نخدمو اننا باقي لنا باقي لنا كاس العرش والبطوله اللي ان شاء الله كان واعدهم ان ان شاء الله نديو الثلاثيه ان شاء الله هذا العام سي اسامه كلمه اخيره بالنسبه للحضور طبيعه الحال حتى انا نقدر نقول لك انا تنصحني بعدا انا تنصح الناس اللي كيترينيوش بزاف <applause> <applause> واول حاجه كان تحيه للجمهور بداية حيت علاش حيت وقف مع الناس اللي كانوا في لي بوين في ديالهم وكانوا هابطين اللعابه موتيفاهم كما كنقولوا خير المثال هو بادع اللي موتيفوه باش يكون بحال هكا الحمد لله كان لهم تحيه كنقول لهم انكم شكرا حيت ماديا ومعنويا وان شاء الله غتشوفوا الدراري ان شاء الله في الطب ديالهم ان شاء الله ان شاء الله شكرا بزاف سي محمد شكرا اسامه شكرا بديع مره اخرى كنضربوا لكم موعد ان شاء الله في البرنامج الجديد اللي غيكون بعد اسابيع قليله الى اللقاء دمتم بخير